السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب طلبة برنامج الفود كنترول الفرقة او المستوى الثاني؟ هنتكلم النهاردة عن الكالتشر اوف كراستيشن، استزراع الكشريات. يمكن علشان ظروف اللي احنا فيها فاحنا خلينا هنتكلم على نوع واحد بس اللي هو استاكوزا المياه العذبة او الكريفيش. ليه بالذات عملنا استرس على ده بالرغم ان في طبعا انواع كتير موجودة عندنا فيها استزراع زي الجمبري، وعندنا برضو في عندنا زي الكابوريا، طبعا هي مش مستزرعة بس تعتبر من الكراستيشن، لكن الكريفيش ده من اللي هي القشريات اللي بتعمل مشاكل في الاستزراع، يعني في بتعمل يعني هي اصلا بتعمل مشاكل عندنا في الاستزراع. ولازم اتعرف على طبيعة هذا الكائن الموجود عندي اللي هو الكريفيش. هنتعرف عليه، هنعمل سكوب على الكائن ده او المخلوق اللي هو الكرييتشر ده اللي هو الكريفيش، بداية من نعرف اهم الصفات بتاعته واهم الهابيتات والفيدينج هابيت والحاجات دي كلها اللي هتبدأ توصلنا ازاي ان انا في الاخر هقدر استثمره واستفيد من هذا الايه القشريات او من هذه القشريات، بدل ما تبقى بتعمل مشكلة اقدر استفيد منها. الكريفيش ده ليه اسماء كتير على حسب البيئة الجغرافية بتاعته. في بلاد بتسميه يبي، في بلاد بتسميه لوبستر، في بلاد بتسميه استاكوزا المياه العذبة. هو اكتيف دويلر، يعني بيتحرك مالي في الـ في الـ في الـ او اكتيف نايت دويلر، بيتحرك في بالليل. وعندنا كمان في عندنا انواع منه موجودة برضو على حسب التوزيع الجغرافي او على حسب فيه عندنا مثلا النوبل كريفيش اللي هو ده بيكون ميلي موجود في اوروبا، وفي عندنا الريد سوامب كريفيش ده موجود في امريكا، وده اللي موجود عندنا في مصر ويجينا من امريكا بطريق الخطأ. وفي عندنا السيجنال، وفي عندنا الوايت ريفر، وفي عندنا الريد كلوفيش زي ده، وده اللي هو بيبقى موجود من الاسترالي. بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على الاومنيفور في الفيدنج هابت، بيتغذى على السنيلز، اي اسماك صغيره، كل اي حاجه كان بي مانبوليتد بالكليبيز بتاعته اللي هي الكلابات بتاعته دي، وبيوديها على الماوس. الصوره دي بتوضح لي ان هو ادي النايت موجود في بالليل، وان هو اكتيف ات نايت، وكمان بتوضح لي ان هو الفيدنج هابت ان هو بيتغذى على سمكه نافقه موجوده اهيت. فبالتالي دي الصوره دي فيها بتديني انديكيشن ليه حاجتين مهمين في البيولوجي بتاعه الايه القشريات. لو جينا بصينا على نتكلم على الاكسترنال اناتومي بتاعه، عندنا في عندنا تو مين بارس، جسمه فيه جزئين مهمين اساسيين، عندنا السيفالوسوركس والابدومين. السيفالوسوركس بيطلع منه حاجه اسمها ابندجز او زوائد. الابندجز دي بدايه من الانتينا الطويله دي والانتينيولز الصغيره، وفي عندنا حاجه اسمها الروستروم، و عندنا كمان في عندنا اللي هي الووكينج ليج اللي هي بنسميها وفي عندنا كمان هنا الايه الكليبيدز او الكلابات. طبعا في عندنا بعد كده الابدومين بيبقى عباره عن سيجمنتس، خمسه او سته مين سيجمنتس، والسادسه بتبقى حصل لها موديفيكيشن وبتعمل لي التلسون، وليه زوايد اسمها اليورو بودز، سوري اسمها اللي هي السويمرس، والسويمرس ديت او البليو بودز، والسويمرس ديت او البليو بودز هنشوف ليها فايده كمان شويه بالنسبه للسمكه دي. وعندنا عندنا كمان اليورو بود ده الابندجز بتاعه الايه بتاعه السيجمنتس رقم 6. يبقى انا عندنا تاني عندنا هم 6 سيجمنتس حصل للسادسه موديفيكيشن عملت لي التلسون، وكل كل سيجمنتس طالع منها ابندجز. السيجمنتس الاساسيه طالع منها ابندجز اسمها السويمرس، والسيجمنت قبل كده اهي
دي موجوده في منطقه الانكيفالون او في منطقه الهيد بارت بتاعها، وبتبدا ان هو يحصل المولتنج في ستيجز، 5 ستيجز للمولتنج طبعا للي هيحب ان هو يقرا اكتر. فطبعا احنا عندنا ايه الموضوع بعد كده، بيحصل ان شيدنج، بيحصل ريموفال للاولد شيل وتحتيه السوفت شيل اللي هو بيبقى لسه ما حصلوش هاردنس، فبالتالي السمكه دي بيحصل ان هي تعمل هايدنج من الاذر كراي فيشز اللي هي ستيل هافينج الهارد شيل عشان ما يحصلش عمليه الكانباليت. الريبرودكشن بتاعه بيبدا عندنا ان الفيميل بتبدا ان هي توصل للسيكسوال ماتوريتي عند حوالي من 3 ل 9 شهور، وطبعا دي على حسب الانفايرمنتال كونديشنز بتاعه المكان اللي هي فيه. السبونينج سيزون بيبقى ميل بيبدا في شهر ابريل وبينتهي في شهر جون. هنا لو انا هبدا اشتغل في موضوع الاستزراع فانا بحط السكس ريشيو 1:1. الفيميل الايجوس الماتيوريتي بتاعته تكون بتبقى بتوصل الماتيوريتي قبل الميل، فعلشان اعمل انيشيشن واحفز ان يدخل السمك في او يدخل في السبونينج، بعمل ان انا بقلل الليفل بتاع الميه. يبقى انا بعمل لورنج للووتر ليفل لحد ما ده بيعتبر ستيمولاي لان يحصل الماتنج بتاع الميل والفيميل. بعد ما بيحصل ماتنج بتبدا الميلز تحط السبرم على شكل بوس من السبرم. في عندنا هنا لو جينا للشكل ده عندنا الفيميل جينيتال اوبننج موجود عند البيز بتاع الثيرد ووكينج ليج زي ما احنا كنا شايفينها هناك، وبعد كده في عندنا حاجه اسمها السيمينال ريسبتاكلز او مستقبلات السيمن موجوده ما بين الثيرد والفورث ويك ووكينج ليج. الميل بيحط السيمن بتاعه في المنطقه دي اللي هي السيمينال ريسبتاكلز، وبعد كده بتبدا الفيميل تبدا تحط البيض على شكل ايج باتشز. الايج باتشز ديت بتبدا ان هي تنزل، طبعا احنا قلنا قبل كده ان الميل الماتوريتي بتاعته بتبقى قبل الفيميل، فبيبدا الميل يعمل ماتين وتبدا الفيميل لما توصل الماتوريتي بعد فتره مش طبعا مش طويله تبدا تعمل لين للايج. الايجز هتنزل من الجينيتال اوبننجز بتاعتها، تنزل تحصل لها تخصيب في السمن من السيمن الموجود في السمن ريسبتاكلز. بعد كده بتبدا الفيميل الاكز اللي هو عمل له ديسند ده يحصل له هنا يبدا ان هو يترص على في الابدومين، ويبدا ان هو تبدا البليو بودز اللي احنا شفناها والسومرز تبدا ان هي ايه تاخده او تحصل تلزقه عليها كده بماده صمغيه اسمها الجلير. دي ماده بتفرزها غده في الابدومين. الشكل ده زي ما انتم شايفين بنسميه الان بيري او شكل الفيميل اللي هي كارينج للفرتلايزد ايج دي بنسميها الان بيري، يعني حامله التوت لان شكله ايه زي التوت كده. بعد كده بيحصل هاتشنج للايجز، وبعد كده بعد ما يحصل هاتشنج للايج بيدخل في ستيجز كتيره. كل الستيج دي جاست ان بيحصل مولتنج عشان تكبر من او توصل من ستيج لستيج لحد ما توصل للايج اوف سيكسوال ماتوريتي وتكمل الايه الدوره بتاعه اللايف سايكل بتاعتها تاني. هنا الفيميل بعد ما بتعمل تعمل لينج للايج ويبقى اسمها امبري، بتعمل بارونج بتبدا تحفر في الارض وتنزل تحت الارض ومعاها الفيرتلايز ايج بتاعها لحد ما يحصل الهاتشنج وتعمل الهاتشد الارفي دي بتعمل تو مولت بتنسلخ. كان عندنا كورن ذره او رز. كل ما هنالك انه بيبقى في الفترة اللي هي بتبقى الفيميل بس بتاعتنا تحت الارض وقاعدة بيكون المحصول عندي شغال في المراحل العمرية بتاعته المختلفة. بعد كده بتبدأ الفيميلز تطلع بالبيبيز بتاعتها، يكون حصل هارفستنج للمزروعات دي
ويبدأ ان هو الستامبز او السيقان بتاعت اللي هي باقية من المحصول بيحصل لها ويتنج، يعني بيحط مية في المزرعة ويحصل عليها ظهور للحشرات والحاجات دي اللي بتبدأ تتغذى عليها. مين اللي بتبدأ تتغذى عليها؟ الكريفيش والبيبيز بتاعتها. ايه مشكلته بقى عندنا؟ احنا قلنا ان احنا لسه ما بدأناش ان احنا نزرعه، عمل لنا مشاكل كتير. انه اول حاجة ان هو بيعمل دامج للليفيز، بيعمل مشاكل في الجسور بتاعت الاراضي الزراعية، بيخش المفرخات السمكية وبيتغذى على او بياكل الزريعة بتاعت الاسماك بتاعتنا، بيعمل دامج للنتس، يعني السلالين بيصطادوا بالكلابات بتاعته بيقطع لهم الشباك. بيعتبر من البيولوجيكال ترانسميتر للامراض ما بين المزارع والمختلف، ان هو ماشي عمال بيتحرك من مزرعه لمزرعه، مزرعه سمكيه طبعا، وبينقل الامراض المختلفه كبيولوجيكال ترانسميتر. فبدا الناس تعمل له كنترول سواء كان بيولوجيكال او كيميكال او ترابنج ان هي تصطاده. طبعا كل الحاجات ديت الى حد ما بقت بالفشل، لان عشان يعمل بيولوجيكال كنترول فبيجيب المفروض ان هو مش ناتيف لينا، ما هوش مش من الحاجات بتاعتنا، مش من الكرييتشرز اللي موجوده عندنا. فبيحاول بداوا ان هم يفكروا يجيبوا الانيمز بتاعته من الدول التانية اللي هو بيعتبر ناتيف فيها. لكن دي طبعا ايه، طبعا احنا هنجيب انيمز ملهاش انيمز، فطبعا ايه احنا كده بنهرج او ده مش حل صحيح. من ضمن الحلول ان في بعض المدن زي المنيا بدأت ان هي تستغل وجوده بكثرة، وبدأت ان هي تخلي فيه عمال وتديهم اجور وتعمل كليكشن او تجمع السكريفيش ديت، وتبدأ ان هي تصدرها للدول اللي هي